السلام عليكم شباب، ده آخر فيديو النهاردة هنعمله إن شاء الله. بنختم فيه رسمة التجميع بعد ما رسمنا كل المطلوب مننا. باقي إن إحنا نحط الدايمنشنز، إن إحنا نحط خطوط الإشارة على الكومبوننتس ونعمل التيبل. تمام. طيب، بالنسبة للدايمنشنز، أنت ممكن تفتكر إن أنت كل الأبعاد اللي كانت موجودة في البارتس اللي جاية لك هتحطها هنا. لا، الكلام ده مش مظبوط. احنا ما دام بنعمل رسم تجميع دلوقتي، في عندنا 3 انواع من الدايمنشنز هما اللي احنا بنحطهم على اللوحه. واحد اسمه اوفرول دايمنشن، وهو اكبر طول، اكبر عرض، اكبر ارتفاع. تمام. نوع تاني اسمه الديزاين دايمنشن، وده اللي انت بتحط فيه الابعاد الخاصه بالميكانيزم اللي المفروض اللي الاسمبلي ده بيعمله. انا عندي هنا البراكت ده الهدف منه ان هو يشيل بولي، والبولي دي المفروض انها هتشيل سير. يبقى انا اللي يهمني اللي اعرفه دلوقتي ايه هي الابعاد بتاعه السير اللي هيمشي البولي دي، فبقى عايز اعرف السمك بتاعه والدايمتر بتاع البولي مثلا. تمام. عندي بعد كده الماونتنج او الكابلنج دايمنشنز، انا الاسمبل بتاعي ده ممكن يتركب ازاي في الارض، في حيطه، ايا كان. وعندي في الحاله بتاعتي دي يعتبر هما الدايرتين دول بتوع المسمارين اللي ممكن يثبتوا المجموعه بتاعتي في الارض، هو ده يعتبر الكابلنج دايمنشن. يبقى انا كده عارف ان في يعني fewer number of dimensions هو اللي انا محتاج ان انا اعمله. بس زي ما قلت لك في البدايه واحنا بنخطط اللوحه، شايف انت دلوقتي بعد ما جيت رسمت اللوحه الدنيا بقت ضيقه معاك ازاي؟ يعني الامور الحمد لله شكلها منظم، بس الدنيا ضيقة إن أنا أحط دايمنشنز وأحط خطوط إشارة. ف يعني الموضوع برضو محتاج مننا إيه شوية تفكير. فلما أجي أوزع الدايمنشنز برضو، لما نيجي نحط الدايمنشنز نبقى فاكرين إن إحنا بنحط الدايمنشنز قدر الإمكان بصورة متوازنة بين المساقط. فأنا دلوقتي ده الجسم اللي شايل أكبر كومبوننتس بتاعتي، فأنا خطوط الإشارة في الغالب لما أحطها في الاتجاه ده كده، يعني أحطها في الاتجاه ده. فاحاول قدر الامكان ان انا مزنقش الناحيه دي بدايمنشنز. تمام. احط دايمنشنز الناحيه دي مثلا في السايد فيو وفي البلان وتحت في الاليفيشن، واحاول اخلي ان المنطقه دي متاحه لان انا احط خطوط الاشاره بتاعتي على الكومبوننتس، عشان مش هينفع انها تقطع خط دايمنشن. طيب نبدا بالاوفرول دايمنشن ونشوف ان انا عندي هنا اكبر ارتفاع، دي علامه الدايمنشن عندي. اقول له المسافه من اول النقطه دي لحد النقطه دي كام، الدهاني انها 160 يعني بريسيجن. ماشي. كنت عايز اغير الخط من البدايه. ماشي، خليه كده، ده اللي هبدا اشتغل بيه. يبقى انا كده جبت اقصى ارتفاع، ممكن بعد كده هجيب البعد ده. كده انا جبت البعدين على المسقط، واجيب البعد الثالث، او ممكن ده على فكره اجيبه في البلان يعني. وماشي، البعد الثالث الكبير عندي هجيبه من هنا. يبقى انا كده حطيت الاوفرول دايمنشنز بتاعتي. تمام، مع مراعاة بعض القواعد ان المسافة يعني المفروض انها تكون متناسقة في الجميع، وتكون على مسافة تقريبا مش اقل من سنتي من الجسم بتاعي. ماشي. طيب، فكده حطيت الاوفرول دايمنشنز. طيب فين بقى الديزاين دايمنشن؟ الديزاين دايمنشن اللي هو يعتبر هنا السمك بتاع البولي بتاعتي والدايمتر. يبقى انا اروح اجيب كده خط وهقول له هنا كده ده كام، هيقول لي ان هو 90، وهقول له المسافة دي اللي هي المفروض اللي هو العرض بتاع السير اللي هو 20. تمام. طيب ده ديزاين دايمنشن. يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي الكابلنج دايمنشن اللي هي تعتبر الدايره دي، بعرفه بالدايمتر وبيقول لي هنا ان انا عندي دايمتر 20. طبعا الاوتوكاد ليه يعني ليه ستاندرد معين، انا ممكن اغيرها في عرض الدايمنشن، بس احنا بقى المفروض ان احنا نبقى عارفين الدايمنشنز بتاعتنا بتتكتب ازاي. ان انا ما بكتبش بالليفل ده من البريسيجن في الدايمنشنز، بما ان انا دلوقتي الشكل ده اسطواني وانا واخد له اسقاط، وانا واخد الدايمنشن بتاعه على مسقط مخليه مستطيل قدامي، فالمفروض ان انا احط فاي او دايمتر. في قواعد كده راجعها في القضيه دي، فدي برضو نقطه كويسه انك تبقى خلي بالك انك ما ينفعش انك تعتمد
على البرامج دي على طول، تمام؟ انت برضو لازم تبقى فاهم الامور بنفسك وتستخدم البرامج دي كأداة، مش انك تكون معتمد عليها. كلام جميل. طيب دلوقتي هبدأ اعمل هكون التيبل عشان ابدأ احط خطوط الاشارة، وبعد كده ابدأ احط البارت ليست بتاعي. التيبل احنا من البداية الحمد لله لان احنا بنخطط كويس واخدين المساحة بتاعته، فمش هنتفاجئ بحاجة، فهنقدر في ال 15 سنتي عرض هنا هقدر اعمل التيبل بتاعي مرتاح. انا التيبل بالفعل عامله، كنت خفيه بس، فتعالى كده نبص عليه. هو اللي موجود عندك في الكتاب. احنا شغالين بسكيل 1 تو 1، كل الابعاد اللي كانت موجودة عندنا استخدمناها زي ما هي في اللوحة، ما عملناش اي ريدكشن او كبرنا السكيل بتاعك. فبتكتب طبعا اسمك هنا، يعني لو سبت الخانة دي فاضية يبقى انت كأن مجهودك كله ضاع. هنا ريفايزد لو مثلا هتكتب اسم المعيد او المدرس المساعد او الدكتور اللي هيصحح لك المادة، في الغالب بنسيبها فاضية. اهم جزئية عندي الجزئية دي. النمبر اللي انت هتشاور عليه فوق بتكرر كام مرة، اسمه الماتيريال المكون منه، تمام؟ ده هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله لما نخش في الثيردز ونعرف انواع الماتيريال اللي بنستخدمها والفالفز، ونبدا ناخد اسمبلي كبيره. انا اللي يهمني دلوقتي ان انا اشاور واحط الكومبوننت ده موجود كام مره واكتب اسمه زي ما موجود وجاي لك في المساله بتاعتك. فانا دلوقتي اللي هعمله المشاوره، يعني الكتابه والكلام ده انت تعرف تعمله بنفسك يعني. خلاص انا دلوقتي اخلي الخط ده معايا تحسبا، بلاش امسحه، تحسبا لاي ظرف ان انا ممكن الاقي فيه خط اشاره هيبدا يدخلني في المنطقه الممنوع الرسم فيها، فاخليه برضو معايا لحد ما اقفل الرسمه بتاعتي خالص وابقى مطمن. دلوقتي انا عشان عايز احدد اتجاه خط الاشاره اللي انا بعمله، المفروض ان يكون على زاويه 45 درجه، على زاوية 45 درجة، تمام؟ وقدر الإمكان إن أنا بحاول أخليه ماشي consistent clockwise أو counter clockwise في اتجاه واحد. فنشوف إمكانية الحاجة زي كده هنعرف نعملها ولا لأ. أنا دلوقتي في عندي هنا بين وفي عندي هنا اللوكر بتاعي، وعايز أعمل خط 45 وآخد كده خط خفيف وأحاول أعمل activation للزاوية عندي، وأحاول أشوف كده لو أنا عايز أعمل خط إشارة من هنا على زاوية 45، على زاوية 45. يعني لو عملته هنا كده اللي هو يدوب هيلمس الخط، ماشي، ممكن نوقفه هنا، ممكن نوقفه هنا، وبعد كده أعمل الكمالة بتاعت خط تكون مثلا 6 مللي وأحط فوقيه الرقم بتاعه، ماشي. انا كده قدرت اشاور، ممكن اخد الباقي على نفس الاتجاه، والمفروض ان هم كلهم على نفس المستوى. طيب اذا انا اخدت خط من هنا كده على نفس المستوى، هل هيقطع في الجسم بتاعي في حاجه؟ لا، مش هيقطع الجسم بتاعي في حاجه، هتبقى الاشاره يعني قريبه قوي منه بس، اهو يعني ده اللي في الامكان دلوقتي عشان ما نطلعش بره. هشاور بخط تاني بالزاويه ال 45 بتاعتي، يعني أنا بعمله كده، تمام. شاورت على الكومبوننت ده، عندي اللاين ده، لا كده هيقطع في الجسم، فآخد من موضع تاني. تمام، كلام جميل. عندي ده هتبقى ضيقة ودي هتخبط في الجسم، فخلاص فأنا ممكن أكتفي بالتلاتة دول. طيب أنا دلوقتي كده أنا ضامن التلاتة على نفس المستوى، ماشي. هعمل إيه؟ هاخد ده وهاخد دي كده على زاوية 45 أو اللي هي 135 من هنا، هعمله كده، هعمل اللاين ده وبرضه على زاوية اللي هي تقابل 135 كده، وهاخد الخط ده أنا كده ضمنت إنهم كلهم على نفس خط نفس المستوى بتاعي، الخط التأسيس بتاعي. أبدأ بقى أحط أنا إيه الإكستنشن لاينز بتاعتي،
ما اعرفش ليه ده حصل كده. ماشي تمام. يبقى انا شاورت على اللوكر، شاورت على ال على البراكت، شاورت على الوشر، شاورت على البولي، شاورت على المسمار. يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي البن. خلاص البن هضطر ان انا اعكس اتجاهه من تحت هنا. بس كده انا هقطع في خط دايمنشن. يبقى بلاش اعمل خط الدايمنشن من هنا، بلاش اعمل. انا دي اصلا منطبق على دي، فانا ممكن اخلي خط الدايمنشن بتاعي اللي هو الخط ده، تمام، بحيث ان انا بعد كده اعمل الخط بتاع البن على زاوية 45. المفروض انه يكون على نفس المستوى الرأسي بتاع الخط ده، فانزل كده. يبقى انا دلوقتي هوصل ده لحد ما يوصل الخط بتاعي هنا تاني. انا عايز امد ده لحد ده، مش فاهم ليه مش راضي يتمد. يلا نعملها مانوال كده مثلا، وبعدين لا دي مالت. تمام، يبقى انا كده شاورت على البارتس بتاعتي. ابدا بقى اكتب ارقام. هقول انا مثلا هسمي ده رقم واحد. خلاص يبقى انا هكتب رقم واحد. بدأت ان ده رقم واحد، يبقى انا التزم بقى بالترقيم في اتجاه واحد. اذا كان ده رقم واحد يبقى انا هقول ان ده يبقى رقم اتنين. انا دلوقتي هحطه في اي موضع يا شباب، وانتوا بعد كده بقى عارفين ان الكلام ده المفروض يكون ايه، كله على نفس الليفل. هقول ان ده رقم ثلاثة، ده رقم أربعة، ده رقم خمسة، وفي النهاية ده رقم ستة. وإحنا بالفعل بدأنا الرسمة بستة بارتس عندنا، الحمد لله كلهم موجودين معانا، رسمتنا كاملة، كل مطلوب فيها بالدايمنشنز بخطوط الإشارة. يتبقى لك بس إن أنت هتحط في التيبل هنا نمبر واحد، نمبر اتنين، نمبر تلاتة، نمبر أربعة، نمبر خمسة، نمبر ستة. النمبر أوف كل واحد فيهم متكرر مرة واحدة، هيبقى وان 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 وان. هتحط الاسم بتاع كل واحد فيهم ده، إذا كان مش فاكر إذا كان اسمه سبيندل ولا بولت ولا أيا كان الاسم اللي كان معطى ليك، بولي، ووشر، براكت، لوكر مثلا، أو بن. والبن تمام. يبقى كده إحنا أخذنا في سلسلة من 5 فيديوهات نموذج، الحمد لله موضح ليك كل تفاصيل الرسمة من ساعة ما بتجيلك لحد ما بتسلمها. أتمنى إن شاء الله تكون الفيديوهات دي مفيدة ليكم، وأشوف منكم أداء متميز بإذن الله في السكاشن وفيما بعد. يلا بالتوفيق، السلام عليكم.